خدوا بالكم هي مباراة ليست بالمباراة السهلة وليست بالمباراة الهينة، ولكن لعيبة النادي الأهلي دايما قدها وقدود. وبالمناسبة واحنا بنتكلم برضو حاجة مهمة جدا أنا عايز أقولها للعيبة، لأن أنا سمعت الكلام ده من لاعبين ومن جمهور، الحقيقة من جمهور النادي الأهلي، دايما بيقولوا لي إيه، إن المعلقين بيبقوا لهم تأثير في الحالة النفسية للاعب أو الحالة النفسية للجمهور والكلام ده كله. الحقيقة برضو بما أني بتكلم على المعلقين وعلى اللاعبين وعلى الكلام ده كله، عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. زمان 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 كان عندنا معلقين الحقيقة ما كانتش تفرق هو بيشجع إيه، ما كانتش تفرق خالص هو بيشجع إيه، ما كانش يعني كل مصر عارفة إن الكابتن ميمي الشربيني ده نجم النادي الأهلي وتربى داخل النادي الأهلي وهيفضل طول عمره داخل النادي الأهلي. ولكن الزملكاويه لما كانوا بيتفرجوا على الكابتن ميمي الشربيني وهو بيعلق على المباريات كانوا بيبقوا مبسوطين، كانوا بيبقوا مبسوطين. انا بقابل ناس زملكاويه كبار في السن شويه يقولوا لي احنا نفسنا الكابتن ميمي الشربيني يرجع يعلق تاني على ماتشات الزمالك، نفسنا الكابتن ميمي الشربيني يقول كلمه حلوه من الكلام اللي كان بيقوله، ولا في تعصب ولا كان في حد بيعمل فتنه ولا الكلام ده كان موجود خالص. وعلى الجانب الاخر الاهلاويه، اهلاويه حد كان يتذكر مثلا الله يرحمه والله يرحمه يعني الكابتن حماده امام نجم مصر ونادي الزمالك السابق، الحقيقه لما كان بيعلق على ماتشات الاهلي كنت دايما تحس ان هو اهلاوي اكتر من الاهلاويه. ده زمان، المعلقين زمان كان بيبقى معروف ان هو طالع من جوه من تراب النادي الاهلي، ولكن لما يعلق لنادي الزمالك بيبقى زملكاوي زملكاوي ما عندوش اي مشكله لانه في ملايين بيتفرجوا عليه. حماده امام الله يرحمه، كابتن حماده امام طبعا الله يرحمه كان بيبقى معجون بتراب الزمالك وطالع من تراب نادي الزمالك، ولما بيعلق لمباراه النادي الاهلي الاهلاويه لو كان بس كان زمان ما كانش فيه قناه صوتيه الاولى والقناه الصوتيه الثانيه والقناه الصوتيه الثالثه. دلوقتي في قناه صوتيه الاولى والقناه الصوتيه الثانيه والقناه الصوتيه الثالثه. فالكابتن حماده امام لما كان بيعلق على الماتشات انا متخيل الله يرحمه كابتن حماده لما كان بيعلق على ماتشات الاهلي مثلا لو كان في قناه صوتيه اولى وثانيه وثالثه كانت الناس هتدور على كابتن حماده امام. الاهلاويه كانوا هيدوروا على كابتن حماده امام. الزملكاويه كانوا هيدوروا على كابتن ميمي الشربيني. عارفين ليه؟ لانه الراجل كان بيعلق مباراه. بيعلق على مباراه ما بيعملش اي حاجه ثانيه. لا يثير فتن، لا يثير تعصب، لا يثير اي شيء. الله ينور عليك يا سمير، ويا ريت طبعا تحط لنا النجم الكبير العظيم الحقيقه ميمي الشربيني. طبعا اشكرك. فدي امثله مهمه جدا تعرفوها. الموضوع بالنسبه لكم ما يبقاش اكتر من ايه، ان انتوا تتحسروا على الايام السابقه. الحقيقه الايام السابقه ايام كانت جميله جدا. الله يرحمه كابتن الله يرحمه كابتن حماده امام، الله يرحمه كابتن محمود بكر، واحد من الكبار المعلقين الكبار جدا جدا في عالم كره القدم. يقول لك اللي عايز يشرب كوبايه شاي يطلع يشرب كوبايه شاي. كانت حاجات كده لطيفه وجميله كانت الناس بتبقى دايما مبسوطه بيها. فما تحطوش يا جماعه اي حاجه بتحصل قدامكم، كل واحد من حقه ان هو يقول ميوله او تبان ميوله على الشاشه. الفارق ما بين زمان وما بين دلوقتي اتفضل كابتن حماده امام بيعلق على مباراه النادي الاهلي في مباراه الصفاقس. اسمعوا اسمعوا يلا ويطلع يلعبوا كره تاني على طول وتترد وهوبا جول 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 ابو تريكه جول 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 يا ابو تريكه يا جول يا فلافيو يا ابو تريكه يا مش ممكن. كوره حلوه وتقدر تشوف شوف لعبها له ازاي وحلوه يا من قرب ابره. ها ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هنجيب لحضراتكم حاجه برضو للنجم الكبير العظيم ميمي الشربيني. الناس دي يا جماعه انا عارف ان هي جواهر، جواهر بالفعل، والناس كلها هتفضل تتذكرها دائما. فانا دايما بقول لحضراتكم ليه الكلام ده؟ بقول لحضراتكم لان في بعض اللاعبين بيتاثروا بشكل سلبي بكلام معلقين، لان المعلق الحقيقه معلق اي مباراه في اي رياضه مش في كره القدم بس بالمناسبه في اي رياضه، دايما لما اي معلق للمباراه بيجي يتكلم ممكن جدا جدا تلاقوه رفع لعيب للسماء للسماء، وممكن ينزل بلعيب تاسع ارض لو في تاسع ارض يعني. فمعلق المباراه له تاثير طبعا على كثير من الجمهور. احنا بس بنحاول نقول لحضراتكم قد ايه ان في زملكاويه
محترمين الحقيقه، كانوا دايما بيعلقوا على مباريات الاهلي. شوفوا كابتن حماده امام وهو بيعلق على ماتش الاهلي، ايه ده يا جماعه؟ ده تحس ان هو الراجل قلبه زي، فاكرين زي افلام توم وجيري زمان لما يطلع لك قلب القط ولا قلب الفار وهو بيعمل كده؟ كابتن حماده امام كان تحس ان قلبه طلع يعمل كده من الفرحه. كان في احترام للكلمه، كانت الناس عارفه بتقول ايه فين وازاي وامتى. كان في احترام لكل شيء الحقيقه يعني. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم الناس دي بالنسبه لنا جواهر. انا سمعت الناس دي، معرفش في جيل ما سمعش الناس دي او المعلقين الكبار دول، ما ينفعش اقول الناس دي، لكن المعلقين الكبار دول في ناس ما سمعتهمش. من فضل حضراتكم افتحوا اليوتيوب واسمعوا كابتن حماده امام وهو بيعلق على مباراه الزمالك او على مباراه الاهلي. هو بالطبع بيعلق على مباراه الزمالك، اكيد بيعلق دايما بشكل كويس. ايضا الكابتن الكبير الكابتن ميمي الشربيني، افتحوا واسمعوا الكابتن ميمي الشربيني، افتحوا واسمعوا الكابتن محمود بكر الله يرحمه، افتحوا واسمعوا الكابتن ابراهيم الجويني، افتحوا واسمعوا معلقين كبار جدا جدا كانوا بيخلوا لكرة القدم طعم جميل وليس طعم تعصب. انا لا اقصد شيء ولا اقصد اي حد، انا بتكلم بشكل عام في الرياضة عموما. لانه انا اتكلمت مع 3-4 لاعبين بيقول لي اصل المعلق الفلاني بيقول كذا كذا على فلان او على علان او على ترتان. انا نفسي ساعات لما كنت بلعب كان في بسمع حاجات كده من معلق ببقى متضايق من جوايا، طب انت ليه بتقول كده، او يتجاهل اسمي او يعمل كذا او كذا او كذا. فكانت الناس بتزعل، اللعيبه بتزعل لما انت بتلعب ماتش وتيجي تعمل اوفر كويس كباك رايت مثلا، بتيجي تعمل اوفر كويس فيقول لك اصله اللي جاب الجون فلان. طيب انا برضو بعرف الشباب او بعرف الجيل الحالي بواحد من العظماء، من العظماء في التعليق، خلينا نسمع. وبعت الكورة حلوة وبيحطها جول جول جول، أيمن شوقي يصحح على الأوضاع ويجيب جول جميل جدا. لسه بقول لحضراتكم إن أسامة عرابي هو ماكينة أو موتور النادي الأهلي. آخر ماتش في الموسم عصام مرق رضا عبد العال بيفوت بمهارة كويسة قوي، رضا أهو ده رضا اللي إحنا عارفينه بيفوت كويس وفتح سكة لعبة حلوة جدا ناحية اليمين والغندور انما وتروح رضا يقدر يجيب جول 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 رضا عبد العال والله. الله على فكرة ده ماتش أهلي وزمالك، واللي بيعلق ده مين؟ العظيم وكابتن النادي الأهلي السابق كابتن ميمي الشربيني، وده جول للزمالك. سمعني كده تاني قال إيه وعمل إيه؟ سمعني كده سمير معلش دي، يلا هتعرف تسمعني. وطاهر وبيشوط كورة حلوة وطاهر جول جول، مش ممكن مش ممكن، الوقت القاتل الوقت القاتل، طاهر أبو زيد يعيد اكتشاف نفسه النادي الأهلي. آخر ماتش في الموسم عصام مرق رضا عبد العال بيفوت بمهارة كويسة قوي، رضا أهو ده رضا اللي إحنا عارفينه بيفوت كويس وفتح سكة لعبة حلوة جدا ناحية اليمين والغندور انما وتروح رضا يقدر يجيب جول 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 رضا عبد العال والله. لسه بقول لكم لسه بقول لكم وباشا ثانيه وباشا ثانيه رضا عبد العال. سمعنا ولا ما سمعنا صوته زعلان؟ حد يصدق ان ده كابتن النادي الاهلي؟ ولكن لانه كانت سمه هذا الجيل من المعلقين الحقيقه كلهم كانت ناس محترمه، ودلوقتي طبعا في ناس محترمه كتيره جدا جدا وفي ناس فوق دماغنا من فوق، ولكن انا بتكلم ان البعض ساعات بيتجاوز او ساعات بيعمل حاجات ما كانش من المفترض ان هو يعملها. ولكن انا بسمع حضراتكم ليه؟ علشان احنا في فتره مهمه جدا في البلد، احنا دلوقتي في فتره مهمه جدا 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 في مصر، داخلين على بطوله امم افريقيا وداخلين على معترك مهم جدا جدا جدا، معترك رياضي يعني مهم جدا جدا جدا. فعشان كده مش عايزين حد يخش في النص، مش عايزين حد يخش يعمل كلمه كده كلمه كده. كل الناس محترمه وكل الناس على دماغنا من فوق، مفيش اي مشكله خالص والله، ولا اقصد شيء. ولكن انا دايما وانا بتكلم مع حضراتكم بتكلم بمنتهى الصراحه، بتكلم من جوايا، بتكلم اللي انا حاسه، بتكلم اللي انا شفته، بتكلم الناس اللي انا اتفرجت عليها والناس اللي انا سمعتها والناس اللي انا بحبها. والتعليق عنصر مهم جدا، وعندنا مصريين دلوقتي موجودين عظماء عظماء طبعا. انا مش هتكلم على اسماء لانه الاسماء كثيره جدا ومهمه جدا، ولكن اهلاويه وزملكاويه بالمناسبه، شوفوا انا بتكلم ازاي اهلاويه وزملكاويه،
ومعروف ده مين اللي هو اهلاوي ومعروف ان مين ده زملكاوي. عندنا منهم محترمين جدا جدا جدا، ولكن البعض الاخر يعني. فخليني اقول لحضراتكم ان الامور، وبعدين الامور بقت سهله قوي دلوقتي قوي، الامور ما بقاش في اسهل منها. اقلب الريموت، الريموت سهل، في قناه صوتيه الاولى، قناه صوتيه الثانيه، قناه صوتيه الثالثه. انت زمان كنت مضطر، على الرغم من جمال الصوت اللي كان بيزهزه من شويه ده كابتن ميمي الشربيني، ومن قبله الله يرحمه كابتن حماده امام، بيزهزك تحس كده ان انت بتسمع موسيقى وهو بيعلق على جون الصفاقسي. جون الصفاقسي ده انا كنت في الملعب، الناس قالت لي قد ايه احنا حسينا بان انتوا مبسوطين ازاي، والفرحه وكل حاجه حسيناها مضاعفه بتعليق الكابتن حماده امام في ماتش الاهلي والزمالك اللي امام حضراتكم ده. الاهلي جاب جون، الزمالك جاب جون، شوفوا بص اتعمل ايه وقال ايه كابتن ميمي الشربين. هذا هو التعليق، هو ده اللي دايما بنتكلم عنه، هو ده دايما اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي احنا بنفكر فيه كاهلاويه، ان احنا ما عندناش مشكله مع حد خالص. فعشان كده بقول لحضراتكم الموضوع بسيط جدا جدا، وللاعبين اللي بيتفرجوا عليا انا بقول لهم يا جماعه الموضوع ما فيش مشكله، لو المعلق الفلاني اللي في الدوري المصري بيقول عليك كذا 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 كذا، اثبت له من خلال الملعب ان اللي بيقوله ده غلط. والناس بتشوف كويس. عفوا، الناس بتشوف كويس. معلق في الدوري المصري في اي قناه من القنوات اللي بتشتغل فيها الدوري المصري وبيقول ان اسلام ده ما بيعرفش يرفع اوفر، لا ارفع اوفرين ثلاثه ووري له ان انت بتعرف ترفع اوفرات، ما ياثرش عليك بشكل سلبي ابدا. وخدوا بال حضراتكم برضو، انا بتكلم عن اللاعبين ولكن بتكلم عن الجمهور. الجمهور مهم جدا جدا جدا، لا يؤثر فيكم اي تعليق سواء مصري او غير مصري، لا يؤثر في اي شيء. الموضوع بسيط جدا، بص واضحك او اسمع واضحك او غير. لو انت مش عاجبك تعليق اسلام، خش على تعليق محمد، مش عاجبك على تعليق محمد، خش على تعليق الـ اي حد تاني. فهو ده اللي لازم يحصل خلال الفترة اللي جاية، خلينا نعدي الأمور بشكل سلس، مش لازم كل حاجة نبقى بنقول أصل ده تبع ده بيشجع الأهلي ولا ده بيشجع الزمالك ولا ده بيشجع الإسماعيلي ولا ده، لا خلي الأمور تعدي، واللي عايز يقول حاجة يقولها. ما هو النادي الأهلي بيتأثر؟ هو النادي الأهلي بيتأثر؟ ما بيتأثرش، وعمره ما هيتأثر في حياته، في تاريخه كله، مش في حياته، في تاريخه كله النادي الأهلي مش هيتأثر. لأن النادي الأهلي 40 دوري، 40 دوري، تخيل بقى كده، عد 1 2 3 4 لغاية لما توصل ل 40. عد بقى كده، عد ورايا، عد لغاية لما توصل ل 40. اللي بيعرف يعد بقى يعد ورايا لغاية لما يوصل ل 40. الكاس، البطولات الأفريقية، السوبر الأفريقي، السوبر المصري، كتير قوي. فخلي الامور تعدي يا جماعه، الدنيا سهله والدنيا بسيطه، مفيش اي مشكله خالص، والكل بيحاول من وجهه نظره. دايما انا بقول كده لكل واحد، كل واحد في الدنيا دي له وجهه نظر في الكلام اللي هو بيقوله واللي هو عايز يقوله. طبعا المفروض ان انت لما تطلع على الشاشه او بتخاطب ملايين فلازم ان انت تتكلم في دايما بحياد. فعشان كده انا بقول لحضراتكم خلي الموضوع يعدي. معلش انا طلعت بره الموضوع المباراة شوية، ولكن حاولت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم في موضوع المعلقين ده، لان انا في لعيبة كتيرة بتكلمني بتقول لي اصل فلان الفلاني ده دايس عليا شوية، مفيش مشكلة يدوس، خليه يدوس، اصل جمهور كذا، جمهور من النادي الاهلي يقول لي في كذا، جمهور من كذا يقول لي كذا، لا كبر دماغك، سهل جدا، الريموت موجود دلوقتي، اقلب القناة الصوتية، مفيش مشكلة، أبسط حاجة، لو في حد مضايقك، لو في معلق مضايقك، اقلب الموضوع، بسيطة جدا. طيب نرجع تاني لمباراة النادي الأهلي وال